كما تبعتوا معنا اليوم دورة استثنائية شهر جوز اللي تمت فيها المصادقة على جميع النقاط ديالها باستثناء واحدة اللي هي المتعلقة بالسوق الأسبوعي ديال سيدي حسين. فمن أبرز النقاط هي ديال النقطة المتعلقة بالمصادقة على تعديل ميزانية جامعة طنجة اللي طرا فيها واحد التغير طبعا بعد التصرف على السيد الرئيس حول الرفع من القيمة من الضريبة على القيمة المضافة اللي ديك الجامعة كتستافد منها واللي كانت سابقا 12 مليار سنتيم والسنة اللي فاتت كانت 15 مليار سنتيم، اليوم صبحت 22 مليار سنتيم، وهذا اللي خلى أن يوقع واحد التغيير حتى على مستوى يعني إدراج مجموعة ديال الاتفاقيات ديال الشراكة ما بين جامعة طنجة وباقي مجموعة القطاعات الأخرى. الاتفاقيات كذلك اللي هي كانت ما بين جامعة طنجة ومجموعة من الفرق الرياضية اللي من أجل إعطاء الدعم السنوي المتعلق سنة 2024، كذلك اتفاقية شراكة مع ولاية جهة طنجة سطوة الحسيمة، وكذلك مجموعة الجماعات، وكذلك أمانديس حول التهيئة ديال حي المرز الدهاري وتزويده بالشبكة ديال المياه العادمة وكذلك بشبكة ديال المياه الماء الصالح للشرب. كذلك من بين الاتفاقيات الأخرى هي المتعلقة بتزويد الفضاءات العمومية بكاميرات المراقبة، كذلك التهيئة ديال السوق ديال مستشفى الرازي. هذه من أبرز النقاط اللي كانت. يوسف ورديغي، شكرا لموقع اخبارنا على الاستضافه. كما كتعرفوا اليوم دوره استثنائيه لشهر يوليوز اللي عرفت واحد 23 نقطه. من بين هذه النقاط كانوا واحد جوج نقاط اللي هي رئيسيه ودخلت فيها انا، نقطه ديال المنح ديال المقاطعات الاربع واللي كما قلت السيد العمده، قلت لا يعقل ان 3 مليار سنتيم اننا نلبيو بها جميع الطلبات ديال سكاز بنيما كذا، فقلت هذا المبلغ هذا غير كافي وخص الرفع من منحه ديال المقاطع. كذلك النقطه الثانيه اللي كانت مهمه ومهمه بزاف هو ديال توقيع اتفاقيه ما بين ولايه الجهه وجماعه طنجه وشركه حمانديس حول الربط ديال المنازل ديال ساكنه حي الدهاري بالماء الصالح الشرب وكذلك بالصرف الصحي. هذه الاتفاقيه مهمه ومهمه بزاف، لاننا اليوم غادي نقولوا مبروك لساكنه حي المرز الدهاري على توقيع اتفاقيه واللي هي تسمح لهم باش انهم يكونوا كذلك عندهم ظروف ديال العيش الكريم لا من ماء صالح الشرب ولا من الوضع الحار. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الدوره الاستثنائيه لمجلس جامعه طنجه اليوم، طبعا الحال اسباب النزول كانت واحده معروفه، هو ان هذا المخصص اللي يعني تم اضافته لمدينه طنجه في اطار حصه ديال الطيبيه، ضريبه القيمه المضافه، الضريبه على القيمه المضافه اللي كتخص الدوله لجامعه طنجه. جامعه طنجه كتعطي الدوله 15.2 مليار سنتيم سنويا، 15 مليار و200 مليون سنتيم. طبعا هذا المبلغ هذا مده ملي كان عماري رئيس الى الان، قول دابا من 2010 وطنجه هذا المبلغ اللي عندها فيما يخص الضريبه على القيمه المضافه، الموارد الماليه للجامعه. اليوم وزاره الداخليه اتخذت واحد القرار في اطار الدعم ديال الجامعه والتجربه الحاليه وكذا، ولان عارفه جامعات عندها اشكالات، فطبيعه الحال دعمت هذه الجامعات الترابيه في المغرب كامل بمبالغ ماليه. يعني طبيعه الحال كيتقال بانه 20% يعني لهذه الجامعات من مبلغ، وطبيعه الحال طنجه حصلت على واحد 6.7 مليار، 6 مليار و700 مليون سنتيم كاضافه ل 15 مليار فاصله 200 مليون، واصبح عندها الان 22 مليون سنتيم مليار سنتيم سنويا من الضريبه على القيمه المضافه. طبيعه الحال هذا 6 مليار فاصله 700 مليون القانون كيطلب من الجامعه باش تبرمجها ودير يعني برمجها في الميزانيه، دير تعديل في الميزانيه وتدخل هذا المبلغ في البرمجه ديالها، وهذا ما كان. ثاني دعا الرئيس للدوره، هذا هو اللي كاين. حنا كفريق المعارضه هذا الشيء كيهمنا، اولا اعتبرنا هذه اضافه نوعيه للماليه للجامعه ودعم مهم جدا، وان كنا نقدر ان الجامعه طنجه مازال تستحق اكثر بهذا المبلغ. 22 مليار غير كافي، لانه كاين متطلبات ديال المدينه اصبحت قطب كبير جدا، مدينه ميتروبوليه، فبطبيعه الحال متطلبات الاكراهات، المرافق، يعني اشكال السير والجوانان، البنيه التحتيه، الشواطئ، الاناره العموميه، كل الامور زادت يعني من ناحيه التكاليف، وهذا كيحتاج الى واحد الجهد مالي كبير على مستوى هذا، بالاضافه الى طنجه من المدن اللي كتعرف الوعاء الضريبي ديالها نشاط كبير وحصيله نوعيه بالنسبه للدوله. طبعا من حقنا كمدينه نستافدوا، بالتالي كنقولوا مزيان الدوله تمشي في اتجاه، وزاره الداخليه تمشي في اتجاه مزيد من المعايير جديده تنصف طنجه على مستوى العداله المجاليه في هذا الاتجاه، ويمكننا نحصلوا اكثر من المبلغ اللي عطاونا، وهذا مرادنا وهدفنا في اخر المطاف. طبعا الدوله مستوى الداخلي دعموا الجامعه سابقا، والمشروع ديال النظافه ما دوزنا في الفتره السابقه الا بعد ان كان هناك وعد باش يدعمونا واحد 10 مليار اضافيه،
ولكن كيبقى دائما انت كتسير عارف التحديات خاصك تناضل وتجيب الامور نافعه للمدينه. وبما ان هذه الامور هذه اصبحت هي مكسب المدينه، فريق العداله والتنميه كيعتبر راسه معني بها ويدعمها ويدافع عنها ويسجلها بايجاب ويطلب المزيد. طبعا تحمل اللي جينا البرمجه برمجناها في يعني واحد مجموعه ديال الفصول الماليه اعتبرناها مهمه، ما كانش عندنا ملاحظات، كلها صبت في الاتجاه ديالنا الاساسي اللي هي نفقات ضروريه، بحال مثلا الشيء ديال الاداره العموميه كاين السياسي، وهذا الدور المنتقى في المجلس ديال المقاع. حنا طبعا كمعارضه مع المجلس عندنا خلافات سياسيه، ولكن ما كتجي المصلحه للمدينه كنكونوا حاضرين، باش ما كتسماش حنايا زعما الاهداف ديالنا سياسيه عدميين ديما لا ديما كذا. حنا دور حنا كنعتبروا المعارضه الراشده كتعبر على الموقف ديالها المبدئي في اللحظه ديالو، كتعبر على الموقف ديالها السياسي في اللحظه ديالو، كتعبر الموقف ديال التدبير الواحد ديالو، وحنا جاهزين باش نكونوا داعمين لاي مجهود لصالح المدينه. المدينه تنتظر من ينفعها، ينفعها في تسيير الجماعه، في تسيير المقاطعه، في الرؤساء، في المنتخبين، لان باخر ما تدوز واحد اربع سنين ولكن شنو عطيتي؟ ست سنين شنو عطيتي للمدينه؟ حنا كنا كنسيروا الان لم نعد. السؤال اللي كيبقى شنو قدمتوا للمدينه؟ هادو كيسيروا الان شنو غادي يقدموا للمدينه؟ حنا موجودين في المجلس، ما يمكنش نجيو غير نصوتوا لا، خص الدور ديالنا. وانا اعتقد الدورات اليوم كانت عاديه والامور مشات بسلام وكان النقاش مهم. طبعا الحل اللي عندنا ضعيف هو الشيء المستوى السياسي، كاين واحد الاشكال سياسي في المجلس ديال التفرقه بين المكونات، بين المكون داخله هو الشيء الاغلبيه داخلها اشكال حقيقي، وهذا كنعتبره عادي. انتخابات 28 التربيه ماشي العلاج ديالو غيجي في شهر وشهرين، لان مشكل سياسي في العمق ديالو ما غيتعالج شي يعني فهذا واحد النتاج غنحملو معاه طيله الفتره الى ان يشاء الله في وضع جديد. والسلام.